الدرس الرابع من الشابتر الثالث. في هذا الدرس سنتكلم عن عظام المعصم. هذا الدرس مختلف قليلا عن الدروس السابقة، ففي هذا الدرس ستحفظ أسماء عظام المعصم بطريقة مميزة جدا. سنبدأ الدرس. في المعصم لدينا 8 عظام نسميها عظام الكربل. هذه هي العظام التي تظهر أمامك باللون الأخضر، نسميها عظام المعصم، وهي عظام الكربل أو كربل بون، عظام المعصم. نحن نقوم بالشرح على هذا النموذج الذي يمثل اليد اليمنى، وهذه هي الناحية الداخلية لليد بالمر التي تتجه نحونا. هذه هي الناحية الداخلية التي نسميها بالمر سايد. وهذا عظم الراديوس في الناحية اللاترال البعيدة من الجسم، وهذا عظم الألنا في الناحية القريبة من الجسم ميديال. وهنا كما تحدثنا لدينا الأصابع الليتل والرينج والميدل والإندكس والثامب وأمشاط اليد ميتاكاربلز. سنقوم بعمل زوم للتقريب على هذه العظام حتى نراها بشكل واضح، ولا ننسى أن هذا الجانب هو اللاترال البعيد، وهذا الجانب الميديال القريب من الجسم. وكل عظم من عظام المعصم لديه اسم معين. أولا سنقسم عظام المعصم إلى قسمين، قسم قريب من الجسم نسميه القسم البروكسيمال وسنشير إليه هنا باللون الأصفر كما يظهر أمامك، وقسم بعيد من الجسم نسميه القسم الديستال البعيد سنشير إليه باللون الأحمر كما يظهر. القسم البروكسيمال فيه 4 عظام، والقسم الديستال فيه 4 عظام أيضا، وهذه هي العظام 8 جميعها. أولا سنتحدث عن العظام 4 القريبة من الجسم، العظام في القسم البروكسيمال، والتي كما نراها تظهر أمامنا باللون الأصفر. وهناك طريقة أجنبية لحفظ أسماء عظام المعصم قد تساعدك في تذكرها، وهي عن طريق هاتين الجملتين. الجملة الأولى وهي تستخدم للعظام القريبة البروكسيمال، الجملة هي She likes to play. هذه الجملة ستساعدنا على تذكر أسماء العظام في القسم القريب بروكسيمال. وهناك جملة أخرى Try to catch her، وهي ستساعدنا في تذكر أسماء العظام في القسم البعيد ديستال. لا يهم ترجمة هاتين الجملتين، المهم أنهما ستساعدنا في تذكر أسماء العظام. لكن جميع الأحوال إذا كنت تحب أن تعرف ترجمتها، She likes to play هي تحب أن تلعب، Try to catch her حاول أن تمسك بها. المهم يهمنا فقط الحرف الأول من كل كلمة. سنأخذ أولا الجملة الأولى التي تشير إلى الصف القريب بروكسيمال من حرف الاس، وهو يشير إلى العظم السكافويد، وهو هذا العظم الذي أضاء باللون الأخضر. الدرس السابق كان مخصصا كاملا للحديث عن عظام السكافويد، إذا أردت أن تحضره يمكنك العودة في درس واحد فقط إلى الخلف واسترى درس كامل عن عظم السكافويد. الحرف الثاني L، وهو يشير إلى عظم اللونيت والذي أضاء باللون الأخضر. عظم اللونيت يقع بجانب عظم السكافويد بعده تماما. هذا العظم تم تسميته باسم لونيت مأخوذا من اسم الهلال، اسم الهلال لونر، وبسبب أن حافة هذا العظم تشبه الهلال لذا يسمى باللغة العربية بالعظم الهلالي. وهو يقع في منتصف اليد بين عظمتي الراديوس والألنا ويسمى بعظم اللونيت، هكذا يقرأ لونيت. إذن حتى الآن تحدثنا عن عظمتين وهي السكافويد واللونيت. Scaphoid, lunate, scaphoid, lunate, scaphoid, 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 lunate, scaphoid, lunate, lunate, scaphoid, 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 lunate, scaphoid. العظم الثالث ويبدأ بحرف التي بحسب الجملة التي ذكرناها، وهو عظم التريكيتروم، هكذا يقرأ تريكيتروم، وهو بشكل هرم ويسمى باللغة العربية بالعظم الهرمي. قد تلاحظ أن لفظ اسم هذا العظم يختلف من لغة إلى أخرى، فمثلا هنا نلفظه في اللغة الإنجليزية، في اللغة اللاتينية هناك لفظ مختلف تريكيتروم، ونحن في دروسنا نركز على اللفظ باللغة الإنجليزية، ولكن هناك بعض الدول اعتمدت على اللغة اللاتينية، فليس هناك أي غلط في لفظ اسم هذا العظم باللغة اللاتينية أو باللغة الإنجليزية، حتى لا تستغرب في حال سمعت لفظ آخر لهذا العظم. المهم الآن أصبح لدينا 3 عظام وهي السكافويد واللونيت والتريكيتروم. سكافويد لونيت تريكيتروم. 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 سكافويد لونيت سكافويد لونيت سكافويد لونيت تريكيتروم. سكافويد لونيت تريكيتروم. سكافويد لونيت سكافويد لونيت سكافويد لونيت تريكيتروم. Lunate trichedrum, scaphoid, 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 lunate trichedrum. إذن بعد أن تعرفنا على الثلاث عظام التي في الصف القريب بروكسيمال، بقي لدينا عظم واحد في الصف القريب، وهو عظم يقع في الناحية الأمامية قليلا. أول حرف من اسم هذا العظم B بحسب الجملة السابقة،
وهو يسمى بايسيفورم، هكذا يسمى بايسيفورم. عظم البايسيفورم هو من بين العظام الصغيرة في المعصم، واسم بايسيفورم يعني باللغة العربية العظم الحمصي، وهو يشبه حبة الحمص ويلفظ هكذا بايسيفورم. إذن هذه هي عظام المعصم التي تقع في الصف القريب بروكسيمال، نعيدها مرة أخرى: سكافويد، لونيت، تريكويتروم، Pisiform. الآن بعد أن انتهينا من الصف القريب بروكسيمال، وهو الذي يحتوي على أسكافود واللونيت والترايكويتروم والبايسيفورم، ننتقل إلى الصف البعيد ديستال، وهو يحتوي أيضا على أربعة عظام في هذا الصف، وأسماء هذه العظام يمكن تذكره عن طريق جملة try to catch her. أول حرف من كل كلمة من هذه الكلمات هو يمثل أول حرف من اسم العظم. فمثلا سنبدأ بالعظم الأول وهو عظم الترابيزيوم، هكذا يقرأ ترابيزيوم. ترابيزيوم وهو عظم ذو شكل شبه منحرف، ويقع في قاعدة إصبع الثمب، في قاعدة إصبع الإبهام، وهو يتميز بشكله المربع، لذلك يسمى باللغة العربية مربع. إذن أصبح لدينا في الصف القريب سكافويد، لونيت، تريكويتروم، بايسيفورم، وفي الجانب البعيد ترابيزيوم. العظم الثاني يبدأ أيضا بحرف T وفقا لجملة try to catch her. قلنا أن كلمة try تشير إلى T ترابيزيوم، كلمة to تشير إلى العظم الثاني وهو يسمى ترابيزويد، وهكذا يقرأ ترابيزويد، ومعناه بالعربي العظم المربعي. وهكذا يصبح لدينا أربعة عظام في الجانب القريب واثنين في الجانب البعيد. العظام في الجانب القريب سكافويد، لونيت، تريكويتروم، بايسيفورم، والعظام في الجانب البعيد ترابيزيوم و ترابيزويد. العظم الثالث وهو يبدأ بحرف السي من كلمة كاتش، وهو يسمى كابتيت، ويسمى بالعظم الرأسي أو العظم الكبير كابتيت. وهكذا تكلمنا عن سبعة عظام: سكافويد، لونيت، تريكويتروم، بايسيفورم، ترابيزيوم، ترابيزويد، كابتيت. يبقى لدينا العظم الأخير وهو عظم الهيميت، هكذا يقرأ هيميت. هيميت اسمه باللغة العربية يسمى بالعظم الكلابي، وتم تسميته بهذا الاسم لأنه يتميز عن غيره بالتبارز العظمي الذي في الناحية الأمامية، ويلفظ هكذا هيميت. وهذه هي عظام الكاربل الثمانية، سنعيدها في الجانب القريب سكافويد، لونيت، تريكويتروم، بايسيفورم، في الجانب البعيد ترابيزيوم، ترابيزويد، كابتيت، هيميت، ترابيزيوم، ترابيزويد، كابتيت، هيميت، 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 trapezoid, trapezium, trapezoid, capitate, amate, scaphoid, lunate, trichedrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, amate. سنتكلم عن كل عظم وكيف يتمفصل مع العظام التي حوله. سنبدأ بمراجعة سريعة. هذا عظم الراديوس، وهنا عظم الأولنا، وهذه هي عظام المعصم ريست، عظام الكربل. هذا السكافويد وعظم اللونيت وعظم التريكيتروم وعظم البايسيفورم. هذا عظم الترابيزيوم، ترابيزويد، كابتيت، وعظم الهيميت. وهذه الميتاكاربل، أمشاط اليد، وهنا الفيلانجي، ثلاثة فيلانجي لكل إصبع، لكل فينجر. إلا هنا لدينا فقط اثنان من الفيلانجي.
سنتكلم عن عظام الكاربل وكيف يتمفصل كل واحدة منها مع الآخر. سنبدأ مع عظم السكافويد، يتمفصل من الأعلى مع عظم الراديوس ومن الناحية الميديال، لأن هنا الجانب الميديال وهنا الجانب اللاترال البعيد، اللاترال البعيد والميديال القريب من الجسم. فعظم السكافويد يحده من الجانب الميديال عظم اللونيت، ومن الأسفل هناك عظم الكابتيت، وهنا هذا العظم الصغير الترابيزويد، وعظم الترابيزيوم الذي يتصل مع الثامب مع الابهام. ننتقل الى عظم اللونيت. عظم اللونيت يتمفصل هنا مع عظم السكافويد وهنا مع عظم الترايكيتروم، ومن الاسفل هناك تماس مع عظم الهيميت وقليلا مع عظم الكابتيت، يقع من ناحية الاعلى بين عظمتي الراديوس والأولنا. اذا اردنا الانتقال الى عظم الترايكيتروم نكبره قليلا، لاحظ هذا هو عظم الترايكيتروم. عظم الترايكيتروم يتمفصل مع عظم اللونيت، ومن الامام هذا التبارز نحو الامام هذا عظم البايسيفورم، ومن الاسفل عظم الهيميت. اما هذا العظم فهو عظم البايسيفورم يتصل مع عظم الترايكيتروم ويتبارز نحو الأمام، هنا تبارز نحو الأمام. ننتقل إلى عظم الترابيزيوم، هذا عظم الترابيزيوم يتمفصل مع إصبع الإبهام من الأسفل ومع السكافويد من الأعلى، ومن الجانب الميديال يتمفصل مع عظم الترابيزويد. ننتقل للحديث عن عظم الترابيزويد. عظم الترابيزويد مع عظم الترابيزيوم، من الأعلى مع السكافويد، ومن الجانب الميديال مع الكابتيت، ومن الأسفل مع إصبع الإندكس مع الميتاكاربل الخاص بإصبع الإندكس. ننتقل للحديث عن عظم الكابتيت. هذا عظم الكابتيت يتمفصل من الأسفل مع الميتاكاربل الخاص بإصبع الميدل، ومن الأعلى مع عظم السكافويد، ومن الجانب الميديال مع عظم الهيميت، ومن الأعلى قليلا نحو الميديال يتمفصل مع عظم اللونيت، هذا المنطقة الصغيرة. العظم الأخير وهو عظم الهيميت الذي يتميز بتبارزه نحو الأمام، هذا التبارز الصغير، هذا التبارز نسميه هوك. عظم الهيميت يتمفصل من الأعلى مع عظم الترايكيتروم ومع عظم اللونيت، ومن الناحية اللاترال مع عظم الكابتيت، ومن الأسفل يتمفصل مع إصبعي الرينج والليدل. وإذا أردنا أن نفصل عظم الهيميت عن بقية العظام نلاحظ أن هذا هو عظم الهيميت وهذا هو التبارز الصغير الذي نسميه هوك. وهذه هي عظام الكاربل جميعها. شكرا للمتابعة ونراكم في درس قادم.